صباح الخير، اهلا وسهلا فيكم باكلتنا الجديده. صباح فتوش معكم اليوم. بتمنى انكم تكونوا بخير وبصحه جيده جميعا ان شاء الله. اليوم رح اعلمكم اكله ظريفه كتير من اسبانيا، من الشمال الغربي باسبانيا. اسبانيا كبيره كتير، بما انه يعني مساحتها كبيرة، ففي عدة مناطق وعدة لغات بإسبانيا غير الإسباني. البلد اللي قاعدة فيها أنا بيحكوا لغة الباسك، وفي بالشمال الغربي كمان منطقة اسمها غاليسيا بيحكوا غاليغو، وفي كمان ببرشلونة وحواليها بيحكوا كاتالان. يعني هدول ثلاث لغات زائد الإسباني، بس المدارس يعني بشكل عام بيعلموا إسباني، ما عدا هدول المناطق بيعلموا لغة تانية هي لغتهم. فاليوم عندي صديقة أنا من غاليسيا رح تساوي لي اليوم أكلة فطاير مشهورة عندهم كتير بغاليسيا وبكل إسبانيا، طبعا اسمها فطاير غاليسيا من غاليسيا. فراح تساوي لي اياها وراح تأرجيني شلون بتساوى. ان شاء الله تعجبكم. على كل حال، هي على كل حال انا قلت لكم على الموضوع هذا ثقافه عامه، فالمهم الباقي ان شاء الله تعجبكم الاكله. الحقيقه هي طيبه كثير. وراح نبدا اول شيء بالعجينه. العجينه هي راح تكون طحين، راح نحط 600 غرام طحين، وراح هي الخميرة 25 غرام، وهي المي اللي بدي احط فيها الخميرة. قلت لكم 600 غرام طحين. طبعا الطحين بيختلف من محل لمحل نوعية الطحين. هي كاسة تبع 200 غرام، رح احط انا 3 كاسات. هلا هي كاستين وهي الكاسة الثالثة، هي 3 كاسات. هلا هي فيتي هي اللي حتساويها وتعجنها على طريقتها. انا عندي طريقة وهي عندها طريقة ثانية. فهي قالت لي انه اول شيء بتحط الخميرة، بتحطها بالمي فاترة، شايفين كاسة مي فاترة، وبتحركها. هلا قالت لي انه حرك الخميره، احيانا بنسى بدي اقولها بالاسباني الخميره. وهلا قالت لي بتفتح هلا وبنحط المي مع الخميره بقلب الطحين. طبعا انا لي طريقه ثانيه، بحط لها سكر بخليها شوي، وهي لا، هي عم تقول لي انه هيك تحطها. هلا وقفتني هي عن العجنة وقالت لي لحظة شوي، لأنه لازم تساوي أول شيء توضب أول شيء الخضرة مع التون، لأنه هي الأكلة بتنعمل الفطاير مع خضرة وتون، وممكن تنعمل كمان مع فروج، الخضرة وفروج، وممكن مع سمك، يعني عدة اللي بتحبوه يعني بتقدروا تساووها. على كل حال هي كمان جايبة يعني موضبة مع عندها، وجايبتها معها العجينة وجايبة الخضرة مع الفروج، مثلا نساوي وحدة تانية. فرح أرجيكم إياها. ليش حطينا الخضرة هلا؟ لأنه قالت لي بعد ما نساوي الخضرة، الزيت اللي بيطلع من الخضرة بتحطه على العجنة، يعني مع الطحينات. مشان هيك وقفت الأكلة وقلت لها استني لنساوي لكان الخضرة وبعدين أرجيهم شلون بتعجني. فرح أرجيكم هلا طريقة الخضرة. مثل ما كنتم شايفين، فليفلة خضراء، فليفلة حمراء، بندورة، بتقدروا تحطوا عصير طماطم، عواد عصير بندورة ودبس البندورة، أو اللي ما عنده بندورة، بصل وتون مثل ما شايفين، أو تونة، أو تونة مثل ما بيقولوا بدول تانية. هلا مثل ما كنتم شايفين عم توضب الخضرة، هي الفليفلة والفليفلة الحمراء نظفتهم، عم تقشر هلا البندوراية مشان تقطعهم. هي عم تقطع هلا الفليفله، يعني شقفه صغيره بالطريقه هي،
وهلا هاي الاخضر كمان فلفله خضراء الاخضر عم بقلكم انا لانه هون الفلفله مذكر مو مؤنث ونحن عنا مؤنث ما بتعرفوا قديش بغلط وقديش بضحك بعدين على حالي بالمؤنث مذكر والمذكر بالمؤنث مثل الشراكش كانوا عنا بسوريا كنت اضحك هيك كانوا شلونك عوض ما يقولك شلونك بيقولك شلونك هلا البصله بنفس الطريقه كمان هي هلا عم تفرم البندوره كمان صغار بالطريقه هي يعني ناعمه يعني عطيات السكينه الكبيره انا عطيتها السكينه الصغيره عطلي انت طبخ عم تشغلي بها السكينه انت بحب السكاكين الصغار انا طلع عندي خي ها هي كبيره هلا رح نقليون هلا هي عم تحط زيت شوفوا قديش عم تحط زيت حاجة يا بالينا أنا ما بحب أحط كثير زيت شوفوا بقى قدي حطيت هاي هلأ رح تقلي أول شيء مثل ما كنتم شايفين البصل البصل والفليفلة بس عم استنى حتى يسخن الزيت عم تحط إيده أول شيء سخن لما لسه ما سخن أنا بحط بدون ما يسخن مشان ما يطريش هلا بعد ما حركنا هون شوي رح نحط البندورة يعني ما ضروري يستووا تحركون يعني شوي يعني شي خمس دقايق او ثلاث دقايق وبتحطوا البندورة لانه ما لازم يستووا الخضرة ما لازم تستوي لانه لسه بدنا نحطها بالعجينة ونحطها بالفرن مشان هيك ما لازم تستوي وكل هالعملة ما عجننا مشان تحط الزيت تبع الخضرة هلا بالعجينة وشوية ملح ايوا هي على طريقتي لا انا بحط المعلقة مشانكم هي حملت ورشت يلا يا ايدكم هلا بعد ما نحط البندورة حركناهم رح نتركهم خمس دقايق يعني بالاربع خمس دقايق هلا وبعدين نطفي عليهم وهي هلا رح تحط شوية اوريغانو وشوية عصفور ايه قصي نص معلقة عصفور نص لانه انا العصفور هذا منعمته على ايدي يعني فارمته بالماكينة فبينين قلال بس نص معلقة هدول يعني بيطلعوا خير الله يعني بس كان طعمه يعني ملح والاوريغانو والعصفور شوية هلا بعد خمس دقايق رح نطفي باغونو هي طفينا الغاز ورح نحط هلا التون او التونه فوقهم هو بطفي الغاز بقى ونحركه ما قلت لكم انا كميه التونه اللي لازم نحطها يعني كل واحد حسب ما بيحب يعني ما رح احكي كميه يعني ممكن تحطوا 300 غرام وممكن تحطوا 200 غرام وممكن تحطوا 400 غرام هي حسب كل واحد قد ايه شلون بيحبها او الكميه اللي بده يساويها يعني ما مشكله شغله التونه او التون اللي بدكم تحطوه مثل ما شايفين هلا شوفوا المنظر تبعها بالشكل هذا لازم تكون ما بعرف شو بدها تاخذ الزيت منه هلا هون حطنا الجمال يعني بدها تاخذ الزيت تبعهم هلا ما عاد فيهم زيت وين اي هذا بتقول لي انه هذا مشان نحطها بالفطيره يعني اللي بدنا نسويها utilizamos el aceite que está aquí بركمش بقى كتر الاسيت تو تانكيلا عم تقلي انه بدنا ناخذ الزيت اللي هو مشان الطحين، عم بقول لها شلون بدنا ناخذه؟ قالت لي انت ولا يهمك، فهلا تشوف شلون رح تاخذ الطحين. هلا قالت لي انه بتصفي انا مالي عرفانه منين يعني منين بدها تاخذ الزيت مثل ما كنتم شايفين، قالت لي انا بصفي الزيت بالطريقه هي تاخذ الزيت هلا مشان العجينه ومشان قالت لي الفطيره ما تطلع قلبها مليان زيت وبدنا نعبيها فمشان هيك منيحه
قلنا لا منيحه. هلا معقوله انه رح تطلع يعني الزيت؟ عم بقول بده يطلع الزيت. انا الحقيقه انا اول مره بشوفها، يعني شريتها عقلتها جاهزه انا، بس اول مره بشوفها هيك بالطريقه هي. شوفوا بقى قد ايه طلع منهم هلا. اها مشان هيك عم تقلي انه باخذ من العجينه، مشان العجينه تمام. فانا مثل ما قلت لكم انا اكلتها يعني بس يعني شريتها واكلتها جاهزه، وهلا هي اول مره قلت رح اساويها يعني، وان شاء الله تعجبكم وتطلع طيبه. هلا هي جهزت الزيت، رح تحط هلا شويه ملح. شويه ملح بالطحين شوي شي شوي شي انه، وهي رح تحط هلا الخميره مع المي. اذا بعدين بدهم مي كمان بنحط له. هلا لنشوف قديش بعدين بحاجه مثل ما شايفين. وهي هلا رح تحط الزيت، شايفين عم تاخذ هيك الزيت وتحط مشان ما تحطهم كله. اربع معالق، كواترو كوتشاراس اسبوستو سي، اربع معالق حطيت هلا مشان نشوف. مثل ما كنتوا شايفين هلا مثل ما كنتوا شايفين لساتها عم تعجن فيها، شايفين؟ خلي اذا في حاجة اذا بتلاقوها عم تدبي تلزق بتحطرشوا لها شوية طحين وبتعجنوا فيها. المهم بهي الاكلة العجينة مهمة كتير يعني. مثل ما شايفين رشيت لها هلا كمان شوية طحين لانه كانت عم تلزق، شايفين بايدها. سركتين بوكو بكا حبل قربي شوي مشان اصي يستا بل بوي ابونا. هلا هيك انتهت، رح نحط ونستنى لحتى تنفش لحتى تدوبل على الاقل وقت ونغطيها. هي هلا قالت لي انه بتحط لها زيت من فوق، شايفين؟ انا بدهنها بزيت كمان مشان ما تنشف، ومخليها بقى لحتى تنفش مثل ما قلت لكم وتدوبل، شايفين؟ هلا ومغطيها وبنتركها هي بتحط لها الزيت هذا منها بتعطي طعمة، مشان هيك بتطلع العجينة طعمتها طيبة. هلا رح أرجيكم اللي جابتها هي من بيتها. جابت هي، شايفين جايبت هي من بيتها وجابت معها، رح أرجيكم جاهزة. شوفوا مشان هي بالفروجة عملته يعني بشرحات الفروج مقطعتهم بعدين ومساوية نفس الطريقة اللي عملناها بالتون أو بالتونة، بس هي عملته فروج نفس الطريقة عشان تشوفوا إنه ممكن تعملوها بعدة طرق، وبالسمك كمان نفس الشيء. هلا رح تساوي أول شيء اللي جايبتها هي بما إنه جاهزة نفشت وعجنتها اليوم من الصبح. قالت لي حطينا، شايفين على الشوبك هذا حطيت له زيت مشان ما يعلق. رح تقطعها بالنص لانه اللي بتساويها هي طريقة الفطيرة تبعهم، بنحط اول طبقة بنحط الخضرة وبعدين بتتغطى بالطبقة الثانية، فمشان هيك هلا بدها تفردها اول شيء مثل ما كنتوا شايفين هلا شلون عم تفردها. خليتها تغسل ايدها مدري كم مره كل ما بتمسك شغله بالله غسل ايدك. قلت لها يمكن عم تحكي 100 كلمه علي، قال لا انا ما بعرف، انا كل واحد له عاداته وشغلاته. قلت لها لا لانه انا شويه يعني خاصه بهي الشغله، بتعرفوا انتم يعني لازم اول شيء الواحد تغسيل الايدين قبل ما يدقر باي شغله، وقت بيدقر باي شغله لازم يغسل ايديه
شوفي خواتم قيمة خاصة وده يعمل شغلات هيك مثل هيك أكلة، هي كتير مهمة إنه ما يكون في خواتم بإيديكو. مثل ما كنتوا شايفين عم ترققها، هي كتير عم بسألها إنه لازم تكون رقيقة تطلع أطيب، يعني كل ما تكون رقيقة بتطلع أطيب عشان ما يطلع كله خبز، بعدين تطلع على الأقل الحشوة حباية. هلا بعد ما فرقتها كان في متفردة على قد الصينية تسرط وذاكي قلت لها فتحت شوية من هون عاطل معلشي شايفين قامت منها شوفوا هلا اللي فتحت مح شغل بيتوتي عم بترقع يعني هلا الذي هو الستابون يندو بارتي لا ما يمكنه كونتيندوته قلت لها عم بقول لهم عم بترقعي قاطلي ايه يعني تخيلت لانه بعرفك شلون انت شايفين يعني ما مشكله فتحت معكم لكم بتحطوها راح اخليها بنفس الطريقه ما مني هذا الموضوع الحقيقه لانه هي ما لها طباخه بس شاطره الحقيقه بتعمل اكلات طيبه يعني مثل اي ست بيت يعني ممكن تساووها وممكن تفتح معكم وممكن تظبطوها يعني هي هلا مثل ما شايفين اللي جايبته هي بالفروج شايفين اخذت مية بندورة لانه ما كانت حاطة بندورة بقلبها ما كان عندها فاذا ما عندكم بندورة مثل ما قلت لكم ممكن يكون يعني مية بندورة او طماطي عصير طماطي شلون بدي اقولها قالوا لي انه اقوليها بلغة مثل ما بنقولها بمصر الكلمات والله الحقيقة يعني صعب علي ما بعرف شو بتنقال في بعض الشغلات يعني بالدول العربية أنا بحاول أحكي الكلمات اللي بعرفها واللي بسمعها أحيانا يعني عصير الطماطي ومية بندورة بنقله بسوريا حطت لها شوي شايفين ها وهي هلا لك أسوستو اسفليتي بردا muslo de pollo muslo deshuesado puede poner lo que quiera يعني الفروج عم بقول لها اللي حطيتي شو اسمه صدر الفروج قالت لي لا حطيت هي فخذ الفروج يعني بس تقدروا تحطوا اللي بدكم اياه يعني مو فروج شلون ما بتحبوا هي هلا رح تعمل الثانيه مشان تحطها من فوق تغطيها مشان تغطي الفطيرة بوقف وبدي اتذكر الكلمة ما انه عم بحكي معها بنسى بدي احكيها بحكيها بالاسباني الفطيرة فهلا هي عم تترقى مشان تساويها هرجيكم اياها شلون رح تغطيها هلا بعد ما فردت الجنب الثاني شايفين هلا رح تغطيها ها سي لوغلي بيها ركورتها ايه هي بتحطها وبعدين بتقص يعني الزايد هيك تبرر لها وبعدين لازم تسكرها بتقلي انه نسكرها بعدين شايفين بتقص الزايد un agujerito para que respire بتفتحها قال مشان 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 يطلع البخار يعني مشان تتنفسي قالت لي الكلمه وقال مشان ما ترتفع يعني مشان ما تنفوش العجينة شايفين شو عم تساوي لها هي مشان ما تنفوش هي عم تساويها مثل ما اما كانت تساويها بالضبط يعني شغلة بيتوتية 100% هلا بعد ما قصتها سركتين بوكو ايش وايش بعد ما قصتها مثل ما شايفين بتسكرها بهي الطريقة استنوا لحتى ارجيكم شلون بتسكرها شايفين قصة الزايت وهيك بتصير تسكرها لف بتلفها يعني مثل ما كنتم شايفين هلا بعد ما سكرتها لفتها
al talle. Sellar. Es que sellar en árabe no se dice bueno, sellar. Cerrar. Cerrar, vale, pues vale. عبد اللي انه تسكير يعني بس بطريقه التلات لا بقول لهم عليه لانه عندهم هن عباد هلا تسكير بهالحاله السياره الغوا يعني ختم مثل ما تقولوا يعني بتختم هلا شايفينها شلون عم تختمها شايفين منظرها ظريف بالاخيره نرجيكم اياها هلا بعد بعد ما نحطها بالفرن لاشوف قد على قد ايش بدها تحطها بالفرن هلا بعد ما خلصتها قبل ما نحطها بالفرن لو تشوف شو عم تساوي عم تساوي لي اسمي اذا تحطوا عليها الله يضحكتني قلت لها شو عم تحطي قالت لي مشان نحطهم هون ماني عرفانه قالت لي رح احط لك اسمك الله يرضى عليك شوفوا بقى شوفوا شو ظريفة شو كتبت لي اسمي يا حريق حريشة مظرفة دي دا تكتب لي بالعربي المرة اللي هي بالعربي رح نكتبه هلأ عم تخفق بيضة مشان تحطها على الوش مشان اللون يطلع ذهبي هلا هي بندان الوش كله مثل ما كنتم شايفين بهالطريقه هي ما بدها كثير تعليم يعني هي هي هلا حطيناها على 180 ومومنتو شوفوا قد الساعه على 180 فوق وتحت شعلنا شوفوا هلا بعد 3 ارباع الساعه حاططها بالوسط يعني لا فوق ولا تحت هلا استويت رح نحمرها شوي رح احطها فوق شويه يعني مشان تاخذ لون اكثر هي قالت لي حاجه بس انا بحبها الشغلات الحقيقه تكون يعني شو بيقولوا لها عم تقرش كرش هي هلا طلعناها بعد 45 دقيقه طلعناها وكلها 45 دقيقه شوفوا المنظر بشهي هلا بنقسم ونرجيكم من قلبها هاي رح نقسم لكم هلا شقفة مشان تشوفوها نلو بنقشتان غراند تبقى لديو عم قلا عم قلا اكتب لي كل القد يعني اكتب لي كثير خذوا سكينة إذا عندكم سكينة بمنشار بيكون أفضل مشان التقطيع عبر بلعكي عبر عبر رح نرجيكم البحل شوفوا المنظر يا سلام عبر انترسو عورا عطي لك شفة عمي لا عطي لك شفة ما عم بحكي ما يعرف أنا بحكي بالعربي من الإسباني رأي أنت روسو بوي عبرو باريو هدأ لكم ياها أنا يا سلام ولو أنه بالنسبة لي ناقصة ملح بس كتير طيبة الحقيقة الله يسلم مديات من نساوي لكم الثانية وتشوفوها هلا رح نساوي الثانية اللي سويناه هون الخلطة تبعها واللي هي بالتون بعد ما أكلنا وشبعنا بما أنه كان الأكل جاهز عندي موجود وسوينا أول وحدة قلت لها تركيها لبعد الظهر ومنسويها فهلا بعد ما أرجيكم الثانية شو رح تسويها ما رح أطول عليكم بما أنكم شفتوها شو عم تسويها طالعت هلا كانت نافشة واحد مسكتها وطبصتها ما عاد بينت فهلا رح تساوي مثل الاولانيه بالضبط يعني ونحطها بالفرن مع الحشوه الثانيه يعني مختلفه عن الاولانيه هي بالفروج الاولانيه وهلا بالثوم شايفين مثل ما كنتم شايفين هلا بتطلع مع الحقيقه مدها احسن من الاولانيه هاي هلا بعد ما فردت اول طبقه مثل ما شفتوا قبل هلا رح تحط الحشوة الثانية شايفين بنفس الطريقة بس الحقيقة هي الحشوة أظرف من اللي جابتها
ما عم تفهم علي شو عم بقول لها، شو عم بقول، ما تفهم علي لتقطعني هلا. الاستوي ديسيندو que la verdad está salido mejor pinta que la primera. Digo, no me entiende ella. Digo, si me entenderá, me matará. هي هلا خلصت اول طبقه، هلا رح تساوي مشان نسكرها مره ثانيه مثل الاولانيه. سندوش بر بوي هلا. ايوه اديكم اياها هي مره ثانيه، ولو قلنا غلاظه بغلاظه شايفين الشطاره. ها هلا هاي بنطبقها هلا بهالطريقه. هلا بتقيم الزايد كله. ها يا سلام يا سلام على هالمنظر، يا سلام. شايفين شو بتقيم الزايد، بتقسمه بتقيم الزايد. هالمرة عجبتني أكثر يعني شغلها من الأولانية، طلعت كتير ظريفة هالمرة. يعني هو هكذا. ايه هلا مشان تتنفس. قال مثل ما شفتوا بالاولانية طبعا. هي هلا كمان لفتها شايفين هلا، ها مشان ما تنتفخ هلا العجينة. شايفين ها ولفتها، وهلا بدها تعمل لها ديكور من فوقها. شوفوا عم بتذكرها، عم بتذكرها من جميع النواحي. هي هلا رح تدهن وشها مثل هذيك بالبيض، وبعدين بنرجيكم اياها بس تخلص. وهي هلا خلصت معنا هي الثانية، تأخرنا فيها الحقيقة، خليناها للعشاء عوض الغداء. هي طلعت كتير ظريفة، ثلاث أرباع ساعة نفس الشيء يعني تقريبا أكلت مثل هذيك. وشوفوا هالوردة الحلوة اللي جابوا لي إياها هدية اليوم، عزمتهم على الاكل فجابت لي اياها هي وجوزها وابنها، اجوا لعندي اكلوا. هي الورده اسمها ورده عيد راس السنه، دائما بعياد راس السنه هي الورده بيهدوها لبعضهم، في منها كثير هون باسبانيا بعياد راس السنه. فاليوم اجوا وجابوا لي هي هالورده. هي اللي رح نقسم منها شغل شقفه ونرجيكم اياها. رغم مالي جوعانة قلت له والله بدي اكل منها، ما في مجال. يا سلام على المنظر. سكينة قلنا لكم، هي السكينة استعملوا سكينة منشار. هلا ما رح تطلع معها لانه ما بتقطع مني. ابريلا شوفوا هالمنظر يا سلام. ولك اليمنتا ريحتها الحقيقه بتشهي، عم تقول هي بالاسباني نفس الكلمه. عم بقول لها قطعي لي شقفه رح ادوقها. الحقيقه طلعت كثير ظريفه هاي. عم تنفخ عليها مثل الصغار يعني. يا سلام والله بتشهي الحقيقه، كثير كثير طيبه. بتمنى انكم تسووها وتذوقوها. شو مثل ما بقول انا دائما، ما حدا بيقول عن زيت واكل. ان شاء الله هيك تقدروا تسووها وتخبرونا، وان شاء الله بنشوفكم بالاكل الجاي. يلا الله معكم، مع السلامة. هي شو اسمها قلنا لكم؟ فطيرة من غاليسيا، فطاير غاليسيا هيك بيساووها بهالطريقة وبتنباع كثيرة. غاليسيا يلا نستودعكم، مع السلامة الله معكم. قالوا لي نحط لك لايك، قلت لهم يا ريت. قالوا لي حسني الأكلات أكتر من هيك بكتير، قلت لهم بطلت.
ما عاد بدي شي.